في التوقف اللي لغايه اللحظه بنتكلم فيها دي 40 يوم، هل في ال 40 يوم تقدر تقول حضرتك يا استاذ محمود في فكره الكره المصريه ممكن تستفيد منها، او التوقف ده هيفيد الكره المصريه في حاجه؟ يعني في حاجه ايجابيه حصلت؟ لا لا يبدا احنا، انت شايف انت احنا كنا منتظرين موقف ايجابي قبل خاطر للنادي، ما حصلش. ده كان الموقف المهم بالنسبه لي. لكن لما تيجي بقى تتكلم وتتكلم على الكره المصريه، تعال شوف مثلا وضع الكره المصريه، قيمها بالشكل. هات ورقه وقلم واكتب، قول لي كم نجم طلعتهم الكره المصريه على مدار السنتين اللي فاتوا على صابع ايد الواحده. لا كم نجم طلعت، كم ناشئ بيلعبوا اساسيين في فرقهم، طلعت كم موهبه. ما انا بكلمك اهو، تعال يعني اتكلم، ايه التطوير اللي طرح على المسابقه؟ ايه العيوب اللي تم رصدها في السنوات اللي فاتت وبدات تعالج دلوقتي؟ يا عمي ماشيه كده وخلاص يا استاذ محمد، احنا بعدين بعاد جدا عن مساله العلم والتخطيط دي. يعني انت شوف ايه، احكي عن ليفربول وانت راجل متابع 30 سنه ونفسه يرجع ياخد المسابقه الدوري، جاب مدرب قعد 5 سنين بيبني فرقه. مظبوط صح؟ قعد يجمعهم من كل حته، بناها ازاي يا ريس؟ ده عنده معهد متخصص داخل النادي، علماء وبيتابعوا كل لعيب عمل ايه وبتاع، ويجيب اللعيب نص مش عارف مين ويقعد يعدل فيه ويعلمه ويدرب في شغل اكاديمي عالي جدا للارتقاء. الكلام ده كان المفروض النادي الاهلي يعمله من 5 6 سنين، من 10 سنين على الاقل. بص، والكلام ده انا قلته وكتبته على فكره بعد اعتزال الجيل الذهبي للاهلي، كان المفروض يبقى فيه التفكير مساله البنى. ايوه البنى 2014، البنى لابد ان يكون متواصل لا يتوقف، والبحث عن المواهب والتفتيش عنها في كل مكان. ده شغل شاغل، في ناس شغلتها جوه النادي، ودول يبقوا اهم من اي حد. شغلتهم ازاي انت تقدر تفتش وتدور وتجيب وتتعب وتجيب الحته تلمحها عشان تطلع تنور الدنيا. الجزء ده لازم يبقى موجود في افضل توقيت كنت ممكن تعمل في البنى. بص حضرتك، حصل التغييرات، انا بكلمك اهو، انت اخطر حاجه عندك، انا من وجهه نظري كراجل يعني راقب ومتابع جيد، المدرب الذي يستحق مكافاه في قطاع الناشئين هو من يقدم لي موهبه، مش يفوز ببطوله. خلاص انتهى بقى زمن البطولات، بره مش بدور على البطولات، بدور على انك ازاي جبت ده. انت لما تطلع افريقيا كل سنه، المنتخبات الافريقيه بتطلع بال 200 وال 300 لاعب يسافروا بره، وانت مش عارف تطلع 10، مش عارف تطلع 5، انت محتاج رصد صح واعاده تقييم من اتحاد الكوره. ما هو الهدف من انشاء الاكاديميات الاجنبيه في مصر؟ اللي هل هو البحث عن المواهب؟ عندك مواهب يا فندم، ولا البحث عن انها بتعمل استثمار؟ استثمار لازم احاسبها، اصل خلاص لازم يعني. ومفيش مشكله تعمل الاثنين يا فندم، اعمل. انا مش ضد بالك، يعني ايه هو اللي قدمه؟ يعني المفروض انت كان عندك هدف كاكاديميات عملت، تعالى حاسبها. انت كاتحاد كوره المفروض مراقب ووزاره الشباب والرياضه الحاجات دي ده مسؤول عنها، من المدير السيستم ده. خلاص يعني قدمت ايه يعني؟ ده اتحاد الكوره كان في توقيت من الاوقات الفتره الاخيره كان جزء من افتتاح لاكاديميات لبعض النجوم، لكن بعد سنه واثنين وثلاثه حاليا انت مش شايف اي دور ملموس للاكاديميات. لا تحولت الى صندوق لجمع الاموال للبعض، والضحك على الغلابه وتجرب احلامهم. شيء محزن محمد على فكره، موضوع محتاج وقف على فكره. انا اول مره اشوف حد يدفع فلوس عشان يلعب كوره، مش الدفاع له عشان يلعب. بتدفع عشان تلعب، دي غريبه جدا. تدفع عشان تدور واسطه عشان تجيب تلقى لك فرصه تدخل في مكان. ده كارثه، ده مصيبه. محدش بيسافر وبيدور. في ناس متصدره المشهد متهمه في قضيه نصب في الموضوع ده، في الموضوع ده ضحكت على ناس وخدت منها فلوس وعملت فيه. انا عايز اقول لك الموضوع مش سهل، باسم النجوميه والكوره يعني، وبتاع وحواديت كتير هتتقال يعني لما تتجمع الاوراق هيبان فيها موقف. لكن انا عايز اقوله لك، اتحاد الكوره مطالب اللي انت بتتكلم عليه رقابه، في رقابه. انت حاليا هنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي محتاج يعمل خطوه مهمه جدا في المساله دي. محتاجه تغيير فكر في المرحله الجايه. خلاص الدنيا خلاص
مساله الانتماء والكلام ده خلاص خلاص انتهى موضوع الانتماء. الانتماء الان لمن يدفع اكثر خلاص. يعني ايه ما تجيبليش زمان زي دلوقتي، علاقات الناس مع بعض اتغيرت، الصداقه والاخوه اتغيرت، وحاجات كتير ومفاهيم كتير اصبحت لا مش بتحكمها العلاقات والمصلحه، انتهى الكلام. الا ما رحم ربي يعني اللي موجودين دول الناس اللي هم الدنيا ماشيه عليهم. لكن انت هنا في الاهلي محتاج بعد الجيل كده كان المفروض يبقى فيه خطوه بتتم وشغاله، بتبقى عندك كوادرك شغاله اللي مجمعه وبتبني فريق من تحت، فريق الامل ده بقى في الدوله اللي بياخده. وده لازم 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 لعيبه قطاعات الناشئين او قطاع الناشئين في الاهلي لازم يبقوا موجودين، لازم تدي فرصه، لازم تصنع، لازم تتعب. ما انت ايه هتجيب من فين اللي بيقاتل يموت نفسه في الملعب؟ من انت من هنا يعني انت ايه بيبقى عندك عينين بتشوف تقول لك ده الولد ده لو لعب سنه هيدينا خلاص. يعني مساله ما يعني عايز اقول لك لو مشي ميسي من برشلونه برشلونه هيقفل اطلاقا. طب رونالدو مشي من ريال مدريد قفل ريال مدريد؟ لا 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 النتائج لكن ايه حصل ممكن يعني دروب بفتره بس ممكن بس عايز اقول لك ايه ده طبيعي جدا في الكوره. ما فيش يا جماعه حد بيبقى على القمه على طول. يعني 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 لما البرازيل اتغلبت من المانيا في كاس العالم 2014 في ملعبها 7-1 في حد عاقل ومتابع انه سحرت الكره، سحرت الكره في العالم يتغلب في ملعب 7-1 وفي كاس عالم؟ هل احد ده 7-1 مع الرقفه ده الماتش ده كان ينتهي 20-25 لو الشوط الثاني كمل بنفس الشوط الاول على فكره. يعني لو نزل التانيين خلاص يعني التانيين خدوا اللي عايزينه من المباراه وبداوا يلعبوا يعني ايه وعلى البرازيل وفي البرازيل وعلى البرازيل وفي البرازيل وفي يعني عاوز اقول لك هل بعدين البرازيل قفلت؟ ولا انك انت في ضربات تقويك تقويك تبني عليها ولا تقصم ظهرك تبني يعني عليها تبني عليها. فاعتقد انه ايه المرحله الجايه لا مرحله شغل، مرحله عمل، مرحله تطوير، مرحله البحث، مرحله التفتيش، مرحله عينين تبقى في كل مكان بتدور على موهبه. لان في مشكله في المواهب في مصر، في ازمه بس الازمه أزمة. مش في المواهب، الازمه في اللي بيكتشف. ما انا بكلمك سؤال بس في ازمه وفي غياب ضمير عند البعض غياب ضمير عند البعض والمجاملات تقتل الرياضه المصريه وتقتل كل شيء. في ولاد يبقى عندهم فرصه، لازم يبقى في باب امل يا جماعه، لازم يبقى في باب امل للناس دي. ما ينفعش في ناس فعلا ما عندهاش فرصه نفسها تروح وتيجي مش لاقيه يعني اللي يوديها. يعني المساله ما اصبحتش لابد ان يتخلى ويكون شرط اساسي فمن يتولى مسؤوليه في هذا المجال او في اي مجال يكون يتحلى بالضمير انه تحكمه مصلحه المكان، انه نجاح المكان نفسه هدف اساسي بالنسبه لاي حد. تمام. انت محتاج في المرحله دي مرحله يعني ايه مرحله مهمه جدا، مرحله تحتاج فكر جديد، تحتاج انك انت تتغير. خلاص جه الوقت في ظل الارتفاع الرهيب لاسعار اللعيبه ان البحث عن المواهب قطاعات الناشئين اعطاها الفرصه صناعتها التعب عليها والجمهور لازم يعني يعرف كده هيحصل ده هيحصل ده نتيجه موضوع فيروس كورونا كمان الخريطه نفسها الاقتصاديه للرياضه والكوره هتتغير مفاهيم كتير.